شباب الرياضة السابق عبد الحسين عبطان يتحدث عن أهمية المرحلة المقبلة واستمرار النجاحات في الوزارة. نتابع. أنا داعم، يعني أنا سعادتي أن أرى وزارة الشباب والرياضة تستمر بنفس الهمة وبنفس الإنجازات. شيء مؤلم بالنسبة لي راح يكون إذا توقفت الوزارة عن هذا الشيء، وهذه أنانية أنه الإنسان في فترة تشهد المؤسسة نجاح من يطلع تتوقف، هذه أنانية ولا هي وطنية ولا هي أيضا من الأخلاق والنبل. إحنا اليوم أمام مهمة بناء بلد، فإذا كنت بالمسؤولية أقدم، وإذا تخليت أيضا يجب أن أدعم وأقدم وأساند كل الخيرين حتى تستمر عملية تقديم الخير. إن شاء الله تكون تجربتي فيها معلومات، قصدي استحصلت فيها نوع من التجارب. النقطة الوحيدة اللي وقفت عملية وعدم وجود التخطيط، اللي البعض ما استطاع، ما أقول في وزارة الشباب والرياضة تجاوزت هذه المرحلة، البعض ما يريد أو ما يستطيع، لكن لا موفقية لا وصول إلى القمة بدون تخطيط.